بعد أن توصلت لاتفاق مع وزارة الفلاحة لإقامة أكثر من 100 نقطة بيع في العاصمة، بدأت الفيدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي في فتح أكثر من 1000 نقطة جديدة في الولايات الشمالية من الطارف إلى عناب، سكيكدا، بجاية، بازا، وهران، تلمسان، قسنطينة وغيرها من المدن، حيث تضم آلاف الموالين لكسر احتكار السماسرة. لقد نعتبر أكثر يعني من 1000 نقطة بيع يعني متواجدة على مستوى يعني الولايات الشمالية والولايات الساحلية وخاصة المدن والضوائر الكبرى. يعني عدد رؤوس المواشي اللي معروضة يعني اليوم في الولايات الساحلية والولايات الشمالية قد نعتبرها وقد يعني تكون يعني بملايين الرؤوس، يعني ربما يعني تتجاوز المليون من رأس. وفي بعض نقاط البيع التي ستكون مؤمنة ويتواجد بها البياطرة، اتفقت الفيدرالية مع بعض الموالين لجلب مواشي متوسطة الحجم لبيعها بسعر لا يتجاوز 28,000 دينار. في بعض يعني بعض الموالين يعني احنا كنا معاهم امس اللي رايحين يعني يكونوا على مستوى نقاط البيع خاصة في باب الزوار او في قصر المعارض، ان عندهم منتوج ربما ب 30 كيلوغرام يعني للخروف ابتداء من 28,000 دينار للأضحية. وتأخرت وزارة الفلاحة هذه السنة كثيرا في فتح نقاط بيع أضاحي العيد، غير أن الموالين يقولون إنهم باستطاعتهم تعويض هذا التأخر على مستوى العرض والسعر لتهدئة ارتفاع التهاب الأسعار.